أقول إنني أدرس في المرحلة الثانوية، وحين نجتمع نحن الطالبات نقوم أحيانا بالتحدث عن بعض المدرسين والمدرسات، هل يعتبر هذا الحديث من الغيبة؟ نعم، إذا كان هذا مما يكرهونه، مما يكرهه المتكلم فيه، فإنه يعتبر من الغيبة، أما إذا كان لا يكرهه فليس من الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، قال ذكرك أخاك لما يكره؟ قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. فإذا كان الحديث عن الغائب المدرس أو غيره مما يكرهه ذلك الغائب ولا يرضاه، فإنه يكون من الغيبة. أما إذا كان مما لا يكرهه بأن كان ثناء عليه ومدحا لأفعاله فهذا لا يكره. جزاكم الله خيرا.